نرجع حق الخبير زميلنا العزيز عبد العزيز القراوي، طبعا مراقب التنبؤات الجويه في اداره الارصاد الجويه. صبحك الله بالخير وعساها امطار خير وبركه ان شاء الله على البلاد والعباد. وبدايه، ما هو توقعك يعني بخصوص الامطار اللي قاعد نشوفها حاليا؟ هل راح تزيد في الساعات المقبله باذن الله، ام انه راح تخف شوي شوي ونشوف يمكن حتى نسبه الغيوم تبارك الرحمن ما زالت متماسكه ونازله يمكن حتى في على بعض العماير في الديره؟ صبحك الله بالنور زميلي ابو سعود، صبح الساده المشاهدين بالخير. طبعا مثل ما تفضلت ان الحاله المطريه الان حتى هذه اللحظه تجاوزت 18 ساعه امطار مستمره، خاصه على المناطق الجنوبيه من دوله الكويت. لحد الان يعني تسجلت كميات جدا ممتازه، تفاوتت ما بين المتوسطه الى غزيره، تركزت الامطار واكثر كميات سجلت في المناطق الجنوبيه. حتى هذه اللحظه سجلت مزارع الوفره 44 ملي، كذلك الاحمدي 27 ملي، مطار الكويت 29 ملي، مدينه الكويت 29 ملي، فكميات جدا ممتازه ولله الحمد. احنا متوقعين ان راح تستمر الامطار ان شاء الله حتى منتصف النهار، ومن ثم تبدا تقل تدريجيا فرص الأمطار. الآن في هذه اللحظة هناك أمطار على أقصى المناطق الشمالية الغربية من دولة الكويت، أمطار متوسطة أيضا في المناطق الجنوبية، الآن أمطار متوسطة بعض المناطق الوسطى، مدينة الجهرة وضواحيها، محافظة الأحمدي أمطار خفيفة. احنا متوقعين راح تستمر على هذه الوتيرة حتى منتصف النهار اليوم، ومن ثم تبدأ تقل تدريجيا فرص الأمطار. لما اقول منتصف النهار اخوي عبد العزيز، هل هو المقصود فيه يعني الساعه 12 الظهر ولا بعد زود؟ اي بالضبط، يعني من الساعه 11 12 الظهر 12 ونص تبدا عاد كميات الامطار تبدا تقل تدريجيا. نحن متوقعين تبدا حاله الاستقرار الكلي في الطقس ابتداء من عصر اليوم. استاذ عبد العزيز، البحر، رواد البحر، شنو نصيحتك لهم؟ رواد البحر احنا ما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية خلال اليوم، يعني الواحد إذا عنده بيطلع بحر يعني خلاه يأجلها إلى ما بعد عصر اليوم. عصر اليوم يبدأ الاستقرار ودخول المرتفع الجوي، تحول الرياح الشمالية الغربية، تبدأ الأجواء تستقر. أما في هذه اللحظة الآن يعني المناطق البحرية فيلتشا، وربا، بوبيان، قارو، هناك أمطار أو سحب رعدية عنيفة في هذه اللحظة، نشاط في الرياح، ارتفاع الأمواج، أمطار غزيرة، فما ننصح بممارسة الأنشطة البحرية خلال على الأقل خلال الست ساعات القادمة. نعم، أيضا يعني يمكن مرتعدين الطرق وقاعدي المركبات، يمكن احنا من مساء قاعد نحاول أن نوصل بعض النصائح لهم، فنصيحتك أنت لمرتعدي قاعدي المركبات ومرتعدي البر والمخيمات أيضا. احنا دائما نوجه رساله خاصه في ظل هذه الظروف المتقلبه والامطار، يعني لاحظنا ان كميات الامطار كبيره، الطرق لا تزال في تجمعات مياه على جانبين الطريق، وكذلك الارض مبلوله، فالواحد يدير باله يخلي مسافه كافيه بينه وبين السياره القدامه، متابعه المستمره للنشرات والتحذيرات الجويه التي تصدرها اداره الارصاد الجويه، عشان الواحد يكون عنده يعني اخر تحديث لحاله الطقس للحفاظ على الممتلكات والأرواح لا سمح الله. إذن مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الزميل عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك.